نعم. فضيلة الشيخ، جماعة في البر عندما تيمم أرادوا يصلوا أتاهم رجل بماء بعد ما أقامت الصلاة. أتاهم؟ رجل بماء بعد ما أقامت الصلاة. نعم. في الحالة دي ماذا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. إذا وجد الماء بعد أن شرع الإنسان في الصلاة، فهل يلزمه قطعها واستعمال الماء أو يمضي؟ في ذلك قولان للعلماء، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويستعمل الماء.